وسهلا بكم. بونجور. مجهزة لك في الفيديو ده شوية كلمات هتحدى بيهم نطقك الصحيح. أول كلمة، انطقني الكلمة دي لو سمحت. كسيلوفان. غلط. حرف الإكس أول حرف هنا هياخد صوت جز جز ج. أبدأ بالج. كسيلوفان. أوكي كسيلوفان. تمام، تعال نروح للكلمة التانية. تفضل اقراها. نطقتها ازاي؟ كسافيه. للاسف سمعتها كتير كسافيه. هي كزافيه. كزا كزافيه كزافيه. اتدرب دلوقتي على الكلمه دي. اكزاما. سمعت ايه؟ اج اج اكزاما. برافو. عندك الكلمه دي برضو، اكيد انت عارفها. اتدرب على نطقها. برافو. اكزامبل اكزامبل. برافو شاطر. يلا دي كمان لوحدك. اكزرسيس اكزرسيس. شاطر. برافو شاطره. برافو عليكي، ممتازه. تعالوا نعيد نطق الكلمات مع بعض. كسيلوفان. كزافيي. اكزاما. اكزامبل. اكزرسيس. ممتاز، برافو. شكرا على النطق الصحيح، وشكرا على ان انت اتدربت وقلت دلوقتي بصوت عالي. تعالوا اقول لكم دلوقتي ايه هي القاعده. حرف الاكس له اصوات كتير، تقريبا 5 اصوات. خدها عندك قاعده. لما تلاقي حرف الاكس اول حرف في الكلمه على طول هياخد صوت جز جز. تمام، زي كزافيي. تمام، لو حرف الاكس في اول الكلمه هياخد صوت برافو. ايه الحاله الثانيه اللي تخليني انطقه جز؟ لما قبليه او وبعديه اي فويل تاني في الحاله دي برضو هنطقه جز. زي ايه؟ زي قلت من شويه اكزاما. عندي او اكس. طيب كان عندي اكزامبل، الإكس قبليه او على طول. اكزرسيس او اكس. قلت اج اكزرسيس. تمام، عايز تتدرب اكتر اكتر وتطبق اكتر وتنطق باستمرار، سجل لي كلمات على الواتساب. في فرصة ان انت تتدرب اكتر وتكرر الكلمات معايا وانا صحح لك. سجل الكلمات اللي في الدرس هنا، وعليك كلمة تانية واجب لو انت عايز تبعتها لي على الواتساب وصححها لك. الواجب اللي عليك، قول لي نطق الكلمة دي. This one. هسمع نطقك وصحح لك لحد ما توصل للنطق الصح. وبرافو لأي حد ما بيضيعش فرص زي دي، وبرافو لأي حد بيعرف يستغل فرص زي دي. أهلا وسهلا بيكم في أي وقت على الواتساب. ابعتولي تسجيل النطق بتاعكو، تدريب النطق بتاعكو. ما تتكسفوش، اكسروا حاجز الخجل، لان هو ده اللي يخليكو مش عارفين تتقدموا في مستواكو وتتطوروا وتتحسنوا في نطقكو. اكسر حاجز الخجل. انا هستقبل اي تسجيل انت هتبعته، هسمعه وهصحح لك. ما تتكسفش، بس سجل انطق مارس. طب بس كده يا حلوين، لو انت وصلت معايا لحد دلوقتي شكرا شكرا شكرا. اعملي اللايك بتاعك، ممكن دلوقتي تدوس على اللايك لو سمحت. رمضان كريم. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ودعاءه واسعدته بطاعتك. وبس كده، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. قلب خشن.